السلام عليكم وكنرحب بكم كاملين من جديد في قناة شغم ناتوريل. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بألف صحة وعافية. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم يعني غطا بلي كريب معمرين بالكفتة ولا صوص بشاميل. صراحة كيجيو هائلين هائلين ولذاد لذاد بزاف في المذاق. فتبعوا معايا المقادير وكذلك الوصفة وطريقة التحضير لاخر الفيديو. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة الا كنتو كتشوفوا لا فيديو ديالي لاول مرة. وما تنساوش يعني المهم انكم تضغطوا على الجرس باش تبقاو توصلوا بجديد الفيديوهات. اذا بلا ما نطول عليكم فنخليكم مع طريقة تحضير الكريب وكنتمنى انكم تجربوا. اذا لتحضير الكريب او الغراتان ديالنا فاحنا غادي نحتاجو الكريب مالحين. فانا غادي نحط لكم رابط تحضير الكريب مالحين في صندوق الوصف. كنا ديجا حضرناهم جميع غير انا نزت فيهم القليل من الزعتر. صراحة تيجيو منكين بواحد الطريقة جد رائعة. وغادي نحضرو كذلك لاصوص بيشاميل وغادي نحضرو الحشوة ديال الكفتة. اذا اول حاجة او لاول شيء فاحنا غادي ناخدو مقلاس نوضعو فيها القليل من زيت الزيتون وبصلة متوسطة بسيطه مشلطه. غادي نحمروها يعني نحمروها في ديك الزويته كيف ما كتشوفوا حتى كيولي اللون ديالها ذهبي بهذه الطريقه اولا كيف ما كيتبان لكم في لا فيديو مباشره. فانا زدت القليل من الفلفل الاصفر وكذلك الفلفل الاحمر لان ديجا شويتهم. صراحه ملي كيجيو مشويين فهما كيعطيو الاطباق ديالنا واحد النكهه مميزه ورائعه. مباشره فاحنا غادي نضيفوا القليل من التوابل. غادي نضيفوا القليل من الملح القليل من السكينجبير والقليل من الخرقوم او من الكركم وكذلك القليل من الابزار. مباشره فاحنا غادي نمروا لتتبيل الكفته ديالنا. فاحنا صراحه ما كثرت ليهاش بزاف ديال العطريه فانا درت غير القليل من الملح شويه ديال الكمون مليحه الابزار سكينجبير والخرقوم البلدي كيف ما كتشوفوا. زدت واحد جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس مطحونين يعني ما درتش التحميره ويعني التوابل الاخرى. فوالا فكنحرك اولا كنخلط الكفته ديالي حتى كينسجموا جميع العناصر. مباشره فانا كنقوم بالوضع ديالها فوق المقلاه بهذه الطريقه يعني كنقوم كنفرتتها كيف ما كتشوفوا. كنوضعها غير قطع صغيره باش ما تبقاش لي كبيره يعني دغيا غادي تنسجم ليا مع الفلفله والبصله ديالنا. فوالا كيف ما كتشوفوا. اذا من بعد ما كتنسجم لينا مع العناصر في هذه المرحله البنات اولا يعني صافي ما بقيناش غادي نزيدوا التوابل حيت ديجا حنا تبلنا في الاول وتبلنا يعني الكفته ديالنا. وكيف ما كتشوفوا فانا زدت القليل من لاصوص طوماط عندي هنايا ديجا يعني هذه كونسونطري يعني كتكون جاهزه. صافي في هذه اللحظه غادي نخلي العناصر تنسجم مع بعضها وتشحر. وكيف ما كتشوفوا فانا ما ضفتش الماء نهائيا وهذا هو السر باش ان الحشوه كتجي لذيذه مباشره. فاحنا غندوزوا لتحضير لاصوص بيشاميل. بالنسبه لاصوص بيشاميل هنا راني ديجا درت واحد جوج معلقات ديال الزبده وضفت ليهم جوج معلقات ديال الطحين هما الاولين وحركتهم باش حصلت على هذا المزيج. وغادي نحتاجو كذلك جوج كيسان كبار اولا نصف لتر من الحليب. ما غنضيفوش كامل ما غادي نضيفوا القليل من الحليب حتى كينسجموا لينا هاد العناصر اولا كتذوب لينا الزبده والطحين مع هاد الحليب هذا كيف ما كتشوفوا باش نتجنبوا انهم يعني دوك التكتلات اولا دوك لي بتي غريمو يظهروا لينا في لاصوص بيشاميل. فوالا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كينسجم لينا العناصر كتنسجم مع بعضها فحنا غادي نكملوا يعني الحليب ديالنا. غادي نكملوا الكاس الاول اللي ضفنا منه داك القليل وكذلك غادي نضيفوا الكاس الثاني. صافي ونبقاو نحركو حتى كتعقد لينا لاصوص ديالنا وتنحصلوا على واحد عفوا يعني قبل فانا ضفت هنايا القليل من الابزار وكذلك القليل من الملح. تقدروا تزيدوا القليل من جوز الطيب يعني على حسب الذوق ديالكم. من بعد حنا كنحركو حتى كنحصلوا على صوص بيشاميل كتجي ناجحه 100% بهذه الطريقه هذه وكتجي لذيذه. فوالا حتى كتولي عقده لينا وسنخليوها على جنب. وفي نفس الوقت راحنا مخليين الكفته ديالنا كتنسجم لينا وكطيب لينا مع العناصر الاخرى.
اذا مباشره ملي كنوجدوا هاد جوج عناصر يعني لا صوص بيشاميل والحشوه، فاحنا مباشره غندوزو ناخذ الكخاب ديالنا اللي ديجا حضرناهم. غادي ناخذ الكخاب ديالي غادي نوضع فيها القليل من لا صوص بيشاميل، غنوضع فوق منها القليل من الحشوه تقريبا واحد جوج معلقات، وغنبدا نلفهم مع يعني بطريقه دي سيغار كيف ما كتشوفوا، يعني كنلفهم بهذه الطريقه هذه وفوالا كنبقاو غاديين بهذا الشكل حتى كنكملوا الكريب ديالنا كاملين. فانا كنزيد ناكد للناس بان هذه الوصفه غزاله ورائعه رائعه، يعني كتجي لذيذه لذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوها يعني تبعوا هذه الخطوات فهي غاتجيكم لذيذه، وما تنساوش انكم تضيفوا الزعتر للكريب ديالكم فاثناء الطهي، فانتم غادي تشموا ديك الرائحه غزاله ديال ديال الزعتر ولا ديال اي يعني اعشاب كيعجبكم مناسبه. فوالا من بعد ما كملنا الكريب ديالنا فانا قمت بالتصفيف ديالهم في هذا المول اللي كيدخل للفرن ومباشره. فبالنسبه للصوص بيشاميل ففي هذه المرحله غادي تلقاوها عقدت شويه، فمن الاحسن تزيدوا فيها القليل واحد جوج ولا ثلاثه المعلقات كبار ديال الحليب، عاودوا ردوها فوق النار وعاودوا بقاو تحركوا من طبيعه الحال باش تخفف لكم شويه، باش منين تجيو تكبوها يعني فوق الكريب ديالكم غتجيكم ساهله في البسط كيف ما كتشوفوا. فانا هنا ديجا درت هذه العمليه، يعني زدت واحد ثلاثه المعلقات ديال الحليب فوق البوطه وانا تنطرب في نفس الوقت حتى خففت لي فوالا، وعاودت عاوتاني درتها فوق من الكريب ديالنا وكنقوم بالبسط ديالها بواسطه ملعقه على جميع الكريب، حيت ملي كتكون بحال هكا سائله فالكريب ديالنا كيتشربوها يعني وكيجيو ألد. فوالا ملي كنساليو فانا كناخذ الموتزاريلا، صراحه انا كيعجبني نستعمل الموتزاريلا حيت كتجي معلكه ومني كطيب يعني ملي كتعطي واحد المذاق رائع، يعني كنفضلها على فروماج اخر. فلو كندير الفروماج من الفوق ومباشره فانا غادي ندخلها للفرن اللي غنكون شعلته غير من الفوق، حيت حنا غادي ندخلوها للفرن ماشي باش طيب، غير باش يدوب لينا الفروماج وباش يتحمر لينا لاصوص بيشاميل. صافي ونخليوها تقريبا واحد 10 دقائق بحال هكا، ونبقاو رادين معها البال وربما تحرق لنا من الفوق حيت انا بغينا غير تحمر. اي فوالا كيف ما كتشوفوا، فمن بعد ما خرجنا الكغاطان ديالنا من الفرن فصراحه تيجي هائل هائل هائل، صراحه انا تيعجبني بزاف بزاف وتنتمنى انكم تجربوه، كيجي جديد لذيذ فحتى الوليدات كيعجبهم بزاف. وكيف ما كتشوفوا فهو بالموتزاريلا كيجي معلق بهذه الطريقه هذه وتيجي محمر وتعطيها واحد الطعم جد رائع. فوالا انا خديت وحيده باش نقسمها لكم على جوج، فوالا نتوما كيف ما كتشوفوا. دونك نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وتنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه هذه فهو تيجي جد جد رائع. وكنعاود ناكد على لي كريب، حاولوا انكم تنسموها ببعض الاعشاب باش تعطيها واحد الطعم واحد النكهه مميزين. فما بقى لي نقول لكم غير شكرا على المتابعه، وتنشكر كل ملتحق بالقناه، تنشكركم بزاف بزاف من كل قلبي، وكنشكركم على تشجيعاتكم. اذا خليتكم على خير، تهلاو في راسكم وما تنساوش انكم تبارطاجيو لا غوسيت مع الاحباب ديالكم. Allez, bye bye, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.